اجا وقت تعبيهم. مرحب صبايا، طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم عم تحضروا فيديو اليوم، ان شاء الله كل سنه وانتم سالمين وكل عام وانتم بخير جميعا، والامه الاسلاميه بالف خير. الله هيك يا رب العيد الجاي بعيدوا علينا وتكون هيك كل البلاد كلها امان وامن واستقرار، وينهي هالحروب كلها يا رب. نزلنا على المول قريب من منطقة الفاتح، اشتريت كتياب لطارق، يعني بحب هو شغلات معينة ياخدها، فمو وين ما كان قلت لاقي له اياها، اخذت له التياب ورحنا على الامنيات. هنيك في مطاعم كتير، دخلنا على المطعم كان فيه هيك يعني وجبة الافطار هي الشوربة والسمبوسك وتمر، ونحن نطلب وجبات بس كانت باردة يعني ما حبينا الاكل، بس يعني اكلنا جوعانين وصايمين. صورة ولا فيديو؟ صورة؟ وهيك اتفتلت شوي بالفاتح، محلات الفاتح صار لي كفترة ما نزلت عليها، اتفرجت على هيك الستاندات، كان لازمني ستاندات، الحمد لله لقيت كمان هنيك يعني شغلات بدي اياها، يعني كان بدي شغلات هيك تجي على ازاز شفاف اكتر ابيض اكتر، بس اللي لقيته الذهبي، يعني هو ترند هذا الذهبي، بس كان لو هيك مثل الابيض هذا الجاط لي هيك هلا صورت لكم اياه بس على ستاندات، فما لقيت والله كتير انا دورت يعني ما لقيت، بس حبيت هدول العلب اللي بنحط بقلبهم الحلويات منه بيتغطوا ومنه ممكن يستخدموا لغير شغلات يعني، وشكلهم حلو. وهيك عملت لكم جولة ضمن المول. ونحن بالفاتح هيك بعد ما خلصنا يعني توارف، لقيت هذا المحل عباس اغلو عامل عروض، لفتني العرض اللي عنده، اذا اشتريته بقيمة 1500 تاخدوا 500 جرام من معمول العجوة هدية او مشكلة نواشف بوزن 500 جرام، واذا اشتريته بقيمة 3000 ليرة بيطلع لكم كمان هدية بوزن 600 جرام نواشف و600 جرام من معمول الفستق. وهذا العرض مستمر كل ايام العيد يعني لثالث يوم العيد، فالعرض حلو يعني. هي معمولة بالسمن الحيواني. سمن حيواني. طبعا كله قطر خفيف سمن حيواني. كمان كيلو صافي سمن حيواني طبعا شيرة خفيفة. وهون بالكاجو هون مع الكاجو. كاجو فستق. هاي بالعسل الطبيعي الصافي. هي. ما شاء الله الله يبارك له، عن جد حلوياته ظريفة يعني وهيك خفيفة وما بتحسوها انها هيك دسمة او قطرة كتير، وفي منها بالعسل وفي منها بالقطر يعني القطر الخفيف، وفي عنده حلاوته انه عنده علب خرج الهدايا يعني الواحد ياخدها كهدية علب خشبية، عنده هيك انواع العسل الطبيعي بكل انواعه الجبلي وعسل السدر وعسل الزلوع، وهدول العروض موجودة بكل صالاتهم اللي موجودة باكسراي وهون بطلعة الامنيات الفاتح وبفرعهم الثالث بكتهانة، فاستغلوا العروض وروحوا شوفوا، حاط لكم صفحته يعني بالانستغرام بصندوق الوصف اذا حابين تشوفوا المنتجات اللي عنده والاسعار وهيك شغلات. حبيتيها؟ طيبة؟ شو في منا الوان هاي خارج العيد؟ هاي في منا الابيض والاسود. ورجيني بس. وبعد ما خلصنا فتلة وكنا هيك راجعين برجو يعني رايحين على البيت، بقى نازلين على المترو عشان نرجع على البيت، فبالصدفة بجتمع بالمحل يلي اخده من عنده
ديما أصلاً كل العبايات الرمضانية اللي مكتوب عليها بالأحرف العربية، وهدول الشغلات القفاطين والفساتين الفلسطينية، الزي الفلسطيني، الزي القروي، الزي البلدي، يعني كل هدول موجودين عنده، اسمه أزياء نورة. فكتير حبيت، وأنا كتير بحب عبايات ديما أصلاً، يعني غنية عن التعريف هي، والعبايات اللي بتلبسها كتير حلوين. وأكيد حابة أخذ وحدة على العيد هيك تكون غريبة أو مميزة، يعني غير عن الشغلات العبايات والجلابيات اللي بنلبسها. فشفت هي هدول اللي لبست مثلهم ديما اصلا، مثل هي مثل مكتوب عليها عربي، مثل اللي لونها هيك بيضه شيفون وحمراء. على فكره كلهم حلوين، يعني الواحد له القلب هيك ياخذ منهم كلهم قطعه قطعه وياخذها. فانا استك يعني كذا وحده اللي هيك حبيت علي اخر شيء على اللبس اخذتها، حتشوفوها بنهايه الفيديو العبايه اللي اخذتها واللون اللي اخذته. في نفس الكحله اي هذا له رده، شايفتيه الشيء شفتها اي. صراحة الألوان والأشكال والموديلات والقصات على قد مو حلوة يعني، فاحترت شو أنا قطعة بدي أخذها. حبيت الخضرة، حبيت اللي لونه موف، حبيت الأبيض والأحمر، حبيت الأسود، يعني كلهم حلوين. كمان عندهم صفحة على إنستغرام، سألتهم عندهم صفحة على إنستغرام، إذا بتحبوا بحط لكم إياها بصندوق الوصف، لأنه عندهم موديلات كتير وأشكال ألوان ما لحقت يعني إني صور لكم إياهم كلهم وورجيكم إياهم بهذا الفيديو. ويا صباح الخير، صباح يوم جديد، صباح النشاط والهمة والحيوية، صباح يوم الوقفة، وقفة العيد قبل بيوم نحن من الأعياد أو رمضان بنقول له يوم الوقفة، يعني مجازيا مو وقفة عرفات، لا وقفة العيد، يعني هي بنعمل ستوب لكل شيء بقى. فبتعرفوا فيها هيك بصير الأشغال كلها اللي بقيانة علينا، تنظيفة البيت تنظيفة مرتبة، هيك شغلات يعني. هلا أول شيء عملته حبيت أغير شوي صغيرة من الكوشة تبع القهوة أو الزاوية اللي بحط فيها هيك أغراض القهوة، فهدول عندي إياهم أنا من قبل، هدول العلب الشاي والقهوة والكار، فقلت لأغير شكل يعني عن الموجودين عندي، منه بلية في الأولانيات وهيك بغير شكل، وبتغير هيك سبحان الله بتغير النفسية هيك النظر، بتغير الشغلات اللي موجودة على طول موجودة. بتتغير قدامكم، بتغير نفسيتكم. فقلت صايرة وصايرة لغيرة بنت طقم الفناجين، كمان طلعت طقم الفناجين الملون اللي عندي، شلت هذا الأسود والفضي والأبيض، الذهبي والأبيض عفوا، ضبيته بالخزانة وحطيت بداله هذا من الملون، وهيك بالمرة عملت مسح لكوشة القهوة أو الزاوية اللي بحط فيها القهوة. أو بمناسبة ماكينة القهوة، في كتير صبايا بيسألوني عنها هاي الماكينة، هلا انا عن تجربتي كتير كتير ظريفه، ما شفت عليها يعني اعطال او اي شيء، وبتعمل القهوه كتير طيبه. هي ماركتها من الفقير، موجود لسه منها اصلا، شفت منها بميديا ماركت، بغير اماكن ما بعرف اذا موجود منها، بس كتير ظريفه وبنصحكم فيها وعمليه يعني. بتسح بين 3 و4 فناجين قهوه، في منها صغير لانه، بس ما بنصحكم بالصغيره، لازم تكون كبيره. اول شيء عملته اني نزلت الاضويه من المطبخ، هيك الاضاءه تبع رمضان كلها هيك نزلتها، مسحته، لانه بتعرفوا بالمطبخ، بما انه المطبخ الا ما يكون هيك متوسخ ببخار الطبخ وهيك شغلات، مسحته وحطيته بالعلبه لحتى ما يتشربك يعني، ان شاء الله اذا الله احيانا للسنه الجايه. وهون عم اورجيكم بقى الاشياء اللي اخذتها قبل بيوم من الفاتح من السوق، المضايف والستاندات والشغلات، اغراض للمطبخ. اول شيء اخذت هذا المضيفه او ستاند، هيك بيجي طابقين كتير حلو هيك، وخامته تقيلة يعني، ومناسب لضيافات كتير، وممكن الواحد يستفيد منه بكذا شغلة. خدت هيك كاسات شاي كمان من باشا باشا، كتير ظراف هدول الكاسات،
كنتي اخذ لهم كمان هيك صحون بس ما لقيت لهم شيء مناسب، فهلا تركتهم هيك. اخذت هاي اللي قلت لكم عليها المضيفه اللي بتجي بغطا هيك باللور، هاي اللي كنت عم دور عليها يكون الذهبي تبعها اخف بس ما لقيت، ولي لقيتها يعني ذهبها هيك اللون الذهبي اخف، صغيره كتير يعني مو مناسبه لحتى احط فيها المعمولات وهي الشغله. لهون كمان هي اخذت هي الستاند للبذورات وللمجففات مثل المكسرات الفستق البذورات، كمان معها اغطيه كمان ظريفه كتير، كمان ما باكل هم اني ينشفوا او ينشف الحلويات. واخذت هدول الكاسات، كان لازمني هيك كاسات لانه مو بقيان عندي كاسات للضيافه، فاخذتهم دول هيك السته، كمان هيك احجامهم ظريفه مو كتير كبيره الكاسه، هي طويله بس مانا كبيره. يلا جيبي معك. ضبينا هيك الصالون، ضبينا كل شيء هيك بخص الزينة كلها شلناها، بس خليت الهلال والنجمة اللي أنا مزينته على إيدي هيك حبيته تركته على الطاولة، شو نحطه كمان مع طاولة العيد هيك سفرة العيد. وبالاشتراك مع سيلا طبعا يعني بتحب هي تحط إيدها بكل شيء، إنه تضب معي وتشيل هيك شغلات يعني خص هيك شغلات. فضبيناهم وهيك ليفت الكنبايات، اول شي فتحتهم مسحتهم كلهم هيك ليفتهم وتركتهم لنشفوا، رجعت المخدات كمان كنت المخدات غاسلة وجوههم ومركبتهم، يعني هدول كلهم هيك على مراحل بيشتغلوا، انه كل ما هيك بشوف شغلة قدام سوا بعملها، هيك لهيك بقولكم ما بعزل كل شي مع بعضه انا. واخر شي بعد مسح الغبرة كلها هيك شلت السجادة حطيتها على جنب نفضتها، يعني اول شي شفطتها بالمكنسة بعدين نقمتها على جنب ومسحت الأراضي كلها ورجعتها. وبما أنه نزل هذا الفيديو بقلب العيد فأكيد أنتم بتكونوا نظفتوا وعملتوا تنظيفات العيد، فما حيحمسكم بس تحمسوا لشي تاني هيك، وعطوني هيك لايك من إيديكم الحلوين وتعليق حلو هيك بيشبه قلوبكم الحلوة، خلي لي قلبكم يا رب. وإذا كنتوا جداد على القناة أكيد أكيد لا تنسوا تشتركوا وفعلوا زر الجرس على الكل حتى يوصلكم كل جديد. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. وهون على اخر يوم افطار عملت لحمه بالصينيه، انا بخلط لحمه ودجاج مفرومين مع بعضهم، اكله سهله وسريعه وما بدها وقت، دغري طبقه وحطه بالفرن. هلا اول شيء نساوي توزيع هدول الاوراق، تمام نعمل هالاكياس، نعمل من هذا اللون ولون ثاني. وهون انا وسيلة قعدنا نساوي توزيعات العيد على طلبها، فمن اللي موجود عندي من اوراق الاشغال شيء الملون وشيء المطبوع مثل ما تكون شايفين، ورقه اي 4 اقتنيت طرفها سنتي حطيت عليها لاصق وطويتها بالنص، هلا من على كل جناب بثنيها تقريبا هيك سنتيين او ثلاثه، بس لازم يكونوا قياس بعضهم، وبعدين بفردهم. وهي الثانيه نفسها برجع هيك بثنيها لجوا، يعني بس انه بثنيها لجوا من الطرفين كمان، وبعد ما اثنيها منيح هيك بيتعلم يتعلموا التنيات بثنيها من تحت كمان شغله سنتيين او ثلاثه، وبعمل هيك مثلث راس مثلث مثل بنعمله نحن هدول الصواريخ كنا نعمله نحن وصغار، بعدين بتنيهم محل ما تنيتها بعد ما فردتها، برجع بتنيها من اول وجديد وبلزقها باللاصق لحتى تصير هيك على شكل كيس، بحط لها عليها هدول الخيطان تبع الخيش او اي خيط انتم موجود عندكم او
الساتان كمان بيمشي الحال، بس هدول البقلة هدول الأكياس بيطلع كيس كتير حلو ومرتب بنحط بقلبه شو ما بدكم من التوزيعات أو الشوكولاتات. تمام لزقية لزقية هيك. أيوة صار عنا كيس. عارفة شو حلو؟ هلا شو بنعبيهم بقى؟ سكاكر بالشوكولا والسكاكر. يا هلا هي مهمتك. هلا هيك خلصنا هون كل لون الأكياس، عملنا هيك ثلاث ألوان على طلب سيلة، أزرق والزهر، وعملنا هذا ال أيوة اللي هيك مطبع عصفورات وقفاص كتير حلو كمان. يلا عبيهم هلا بقى، إجا وقت تعبيهم. إيه هلا هدول مع هاي البسكوتة. إيه وحط شوكولا. يا هي طيبة. يا هي واحدة هيك اثنتين وهي واحدة. نعيمة الله ينعم عليك. تحممتي حمام العيد؟ لبستي البيجامة الجديدة؟ يا عيني شو حلو. حبيتها. حبيتيها؟ يلا هلا بس لينشف شعرك بمشط لك اياه. يلا عشان تمشي شعراتك وتنامي. يلا حاجته. واجا اول يوم العيد، صباح اول يوم العيد. هلا هون بقى صار بدي فنجان قهوه الواحد يعدل مزاجه فيها. اكثر شيء بنفضله برمضان هو القهوه ولا اي شيء، يعني سبحان الله. بس القهوه اللي متعودين عليها هيك بنفقدها. فهيك دغري ساويت فنجانين قهوه ودللته كمان هيك لزوجي، قال لي يعني انت مره بتدلليني مره لا. قلت له لا اليوم حدللك، لانه اليوم القهوة بدها دلالة بعد شهر طويل، يعني الواحد من الصيام وما نشرب القهوة الصبح، فبدها يعني هيك دلالة. عملنا فنجان القهوة مع هيك قرص حلويات. يا عيني وهون بقى قلت لها قوم خلص جهز حالي وجهز طاولة العيد، يعني ما بيعرف واحد امتى هيك بيجي هيك مع عيدين. فلبست العباية وكتير كتير حبيت العباية، يعني هيك حسيتها شي غريب اول مرة بلبسها، هيك ممزوجة بين التراث الفلسطيني مع التراث هيك المعاصر مودرن يعني، فهيك كتير حبيتها. وعلى فكرة محل العبايات عندهم توصيل لكافة انحاء العالم بتركيا وبرات تركيا. ليفت كل طبعا المضيفات والعلب والكاسات هيك ليفتهم كلهم، بلشت صف الحلويات. هدول الحلويات اللي جبتهم من عند عباس اغلو هيك صفيتهم فيها، وصفيت كمان الحلويات اللي انا مساويتها الفستق والعجوه والجوز.